السلام عليكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن حتى في الموت تهضروا يا السيد. مات كلمة مات، ما كاش حاجة فوق الموت. تقي ولا في نفوسكم، خافوا غير من ربي. لو كان راه حي بالك نقولوا يواجهكم مسكين. علاش هاد الشي؟ علاش حتى الموت تالبو؟ حتى عند ربي راكم تالبو؟ واش نتوما عباد؟ نتوما قوم؟ تقي ولا في نفوسكم. السيد راه ميت، ادعيوا له بالرحمة. تبغيه دعي له بالرحمة. ما تبغيش ما عندك اتصال معاه، الله يسهل عليك. شوف شدي في حياتك، قلب على شي حاجة أخرى تلتها بيها. هادي موت لك، حتى من طغيتو بزاف، من ركتوها فضحتو. فضحتو واحد يقول لها في جهنم، واحد يقول لها الفوق شرا صاري، واحد علاش انت راك ميت ديجا وطلعت الفوق راك مريزافي بلاصتك في الجنة باش راك تهدر. ما تعرف لا عندي ولا عندك، ما تحصل منا الغدا وسميسرا، غير الله اللي يعلم بالغيب. تقي ولا في نفوسكم، من وليتو حتى الموت تحاسبوا. لا الاخر يقول لها يدخل الجنه ولا الاخر يدخل جهنم. تقي ولا في نفوسكم. لكن انتم عباد، زعما انتم مسلمين، زعما انتم تعرفوا الدين، لكن تعرفوا الدين وتخالفوا. علاش هذا الشيء؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، ما كاش حاجه فوق الموت. واش انتم بني ادم راكم عابين؟ واش ماكم ديروا؟ نعلو الشيطان، نعلو الشيطان، طغيتو بزاف، مركتوها، واحد كرهتو لها في حياته هو في الحياة، فين هذاك السيد مات الله يرحمه ويوسع عليه والله يغفر له، وهاد الشي بينه بين مولاه، بالك دايرها مليحة عليا وعليك، تا واحد ما يعرف واش ما صاري فوق عند سيدي ربي ونبي، نعلو الشيطان أولاد عمي، بزاف مركتوها، مركتوها لكن ما كاش حاجة، أنا هبلتوني، ما كاش حاجة فوق الموت، مات الله يرحمه. لو كان راه حي يجي عندك ويواجهك، واصلا كان راه حي ما تهدرلوش هاد الهضره تكمله. السيد مات، صاي مات، ما كاش حاجه فوقها، ما كاش حاجه فوق الموت، غير الموت اللي ما فيش السلاك وما فيش الحل. الموتى تهدروا عليهم، الحيين في الحياه ما طلقتهمش جديدو حتى عند سيدي ربي تحاسب جديدو تاني تالبه. نعلو الشيطان اود عمي، خليوه يموت براحته، خليوه راه بينه بين مولاه، خليوه ترونكيل. نعلو الشيطان، على انت ما غاديش تموت، انا ما غاديش نموت، كل نفس ذائقة الموت، كاع غادي نموت وكاع نتحاسب وكاع فوتو فوق الشواية. على انت شكون؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ديفون، انا ديفون نجهل، نقول توما ماشي بني ادم، توما مش عارفة باش مخدومين، واش من القلب زعما انت يا قاري الدين وتعرف انت مسلم في الكومونتيغ، الله يدير لا ويجيب. على انت شنو دير في حياتك؟ راك تصلي بلا ودو نتايا؟ الله يهديكم، هذا ما نقول، الله يهديكم ويهدينا معاكم. والله قالها في كلمته الموت، تعطيها راحة في هذا الوقت مع جد باباكم الكلب. يا نهار منكم بزاف 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 بزاف. وأنا بصفتي كمغنية احتراما والخونة الله يرحمه ما غاديش نخدم هاد اليامات، وامبوسيبل زيد نخدم. واش من القلب؟ هذا ماشي كلب مات وصاي اوب الله يرحمه. كان خونا وحبيبنا وكلينا محلاه وقلنا في فراشه، والسيد نعرفوه مع عشرينه ولا بغا ما نعرفوش. هذا راه انسان كيفنا كيفه، بنادم ماشي حيوان. وتقيوا الله في نفوسكم، حبسوا علينا وسدوا داك الفم اللي عندكم.